واحد، السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، جدع مشترك علمي خيار فرنسي، ومرحبا بكم في حلقة جديدة في تسجيل آخر. وكيف ما وعدتكم في سلسلة ديال الفروض وكذلك مجموعة من التمارين، الفرض رقم 2 كونسرنون لا برودكسيون شي لي بلونت. وكيف ما وعدتكم دائما قلت لكم غنستمر معاكم حتى الآخر إن شاء الله، بإذن الله غنستمر معاكم في سلسلة الفروض بعد ما درت لكم مجموعة من لي زيكزامبل ديال الفروض وتمارين. اللي ما شافهمش يرجع يشوفهم، ربما يتحط ليه احد الفروض اللي حطيت. دونك غادي نكمل معكم هذه الحصه هذه ان شاء الله، سلسله ديال التمارين، حتى ان شاء الله باذن الله كل شيء يجيب بيان سور دي بون نوت، تجيبوا 20 على 20، حتى شي حاجه كيف ما كنقول مستحيله بالاراده، الا كانت عندك الاراده والخدمه بيان سور غادي تجيب 20 على 20، حتى شي حاجه مستحيله، فقط الاراده والخدمه، تخدم بزاف ديال التمارين وان شاء الله باذن الله غتجيبوا 20 على 20. علاش لا؟ كنتمنى اني نكون كنساعدكم ولو بالقليل. ولاول مره غيشوف القناه ما خسرش حتى شي حاجه، ديروا ابوني وسبسكرايب باش كيف ما نحط شي حاجه توصلكم، وديروا دي لايك ما خسرش حتى شي حاجه كذلك، باش هكا كل شيء يستافد، باش لا فيديو يطلع وكل شيء يطلع ليه لا فيديو، قد ما درتو دي لايك راه لا فيديو كيطلع مجموعه من التلاميذ، وهكا كل شيء غيستافد. وكيف ما كتبغي لراسك الخير تبغيه الناس الاخرين، حتى هما يجيبوا دي بون نوت، علاش لا؟ وتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخر. دونك هاد الحصه هادي نخدموا جوج ديال التمارين اللي كيتحطوا في لا بارتي ديال الريزونمون سيانتيفيك اللي كتكون عليه 15 نقطه. دونك غنبداو على بركه الله هاد ليكزارسيس هذا، نشرحوه و بار لا سويت نعطيكم les réponses. Donc, les documents suivants représentent des schémas des deux fleurs qu'un jardinier a trouvées sur des palmiers datés différentes. Donc, les palmiers datés, bien sûr, dit la fleur A que vous voyez, la fleur B, une date, donc la fleur A était retrouvée sur le palmier daté numéro 1. قال لنا ان هاد الزهره هادي موجوده على نبات ولا باردون هاد الشجر ديال التمر نيميرو 1، alors que la fleur B ها هي elle a été retrouvée sur le palmier daté numéro 2. يعني هاد B هادي هاد الزهره B راها في بيان سور في واحد شجره اخرى ديال النخل نيميرو 2. صافي كيستيون الاولى قال كومباري لا فلور ا اي لا فلور بي، نمشيو لا فلور ا نديرو واحد المقارنه بيناتهم، لا فلور ا باش كتميز ولا فلور بي باش كيتميز. داكوغ، دونك شنو الاختلاف بيناتهم؟ الى لاحظنا جيدا خص في الاثبات خصك تكون عندك دقه ملاحظه. الى لاحظتو جيدا هنايا بالنسبه لا فلور ا شنو فيها؟ فيها بيان سور هنايا فيها غير لي زيتامين بوحدهم. دونك شنو غادي نقول؟ On constate bien sûr d'après les schémas que la fleur A ne comporte que des étamines. يعني كتحمل فقط لي زيتامين. Alors que في حين la fleur B ne porte que bien sûr le pistil. يعني كتحمل فقط هاد لو بيستيل او بيان لو جينيسي. D'accord. Avec 100 stigmates, style est ouvert. يعني ان لا فلور ا راه فيها غير لي زيتامين، alors que la fleur B فيها بيان سور لو بيستيل او بيان لو جينيسي اللي فيه لو ستيغمات فيه لو ستيل فيه لوفر. صافي، دونك بيان سور اون سي كو الا بغينا نزيدو لان ديفو باش يعني في لا كومباريزون، دونك اون سي كو لي زيتامين سو سون دي اورغان بيان سور سون لي اورغان reproducteur mâle, alors que le pistil sont bien sûr des organes les hommes reproducteurs femelles. Donc la fleur A est une fleur mâle, d'accord, alors que la fleur B bien sûr c'est une fleur femelle. صافي، هادشي هو اللي غنكتبو بور لا كيستيون 1. هادي هي لا كومباريزون ان فات. 2 سي لو بالمي دات نيميرو 2، نيميرو 2 اللي كيحمل لا فلور بي بيان سور نو كومبورت كو دي فلور بي، كومون بو تيل بيان سور برودوير دي فروي. بما ان هاد البالمي دات زيول هاد النخل فيه غير لا فلور بي، قلنا لا فلور بي فيها غير لورغان فيميل لورغان ريبروديكتور فيميل، فيها العضو التوالدي
بيان سور فيميل، كيفاش غادي تمكن انها توالد وغادي تعطيني دي فروي، تعطيني بيان سور تومور. كنعرفوا انها بو برودير دي فروي الفو اون فيكونداسيون، داكوغ، باش ان يكونوا دي فروي ضروري اون فيكونداسيون، خصني ظاهره الاخصاب. مي تنقول ظاهره الاخصاب اول حاجه سي تادير بيان سور لي غران دو بولا il faut ou bien sûr région les grands topolins où il faut poser là ou arriver sur bien sûr le stigmate. Voilà qui n'est rien derrière le pistil ou bien génisse. Yani Anna, bah had le palmier daté n'est-ce qu'il y a ou had tumor d'arori khas des grands topolins, bien sûr des étamines d'iel d'autres palmiers daté poser, retenons, bien sûr, faut sur le stigmate, bien sûr, du palmier daté numéro 2. D'accord. Donc, هنا باش انه يكون واحد لو ترونسبور نقل ديال حبوب اللقاح من واحد لي زيتامين ديال واحد بالمي داتي واحد اخر، وتحطوا ليا فوق لا فلور بي فوق ستيغمات ديال لا فلور بي ديال بالمي داتي نيميرو 2، خاص ضروري شي واحد ينقل لينا هاد لي غراند بون، ضروري خصو يدخل هادي سكون ابي لا بونيزاسيون اندايركت او بيان كروازي. دونك نفترضوا ان اون سيبوز كو بيان سور لو فون faire ce transport et permettre la fécondation. Le vent, riyah, ou la, les habits, nahl, ou la, d'accord, transporter les grains de pollen et poser, bien sûr, sur stigmate. C'est pour la question. تانية نشرحو باش انه تكون فيكونداسيون كيف ما قلت لكم خاص دي كام دو بولان دو نوتر بالمي دا تي سوبوزي سور لو ستيغمات. دونك اون سوبوز كو بيان سور كو بور فير اون ترانسبور دي كام دو بولان اي فو لو فون داكور كي بيرميتي لا فيكونداسيون. هادي بور لا كيسيون 2. كيسيون 3: quelle est la partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie de la date. Donc la partie c'est une date tamara fiha jouj ديال لي بارتي. La partie qui est concernée fi helma هي سي اللي هي التمار، و هاد لا بارتي دي اللي هي بيان سور اللي هي الغران، هي ديك النواس ديال التمره اللي هي كتمثل ليا البودور. دونك هنايا قال لك شمن بارتي في لا فلور كتعطيني هاد السي، كتعطيني الفخوي. دونك دابخي بيان سور لا فوتو اون كونستات كو لا بارتي دي راها شارنو تكون فيها الماء. دونك اون كونكلو كو لوفول سي لوفول كي بيان سور سي باردون سي لوفور لوفير كي سو ترانسفورمي اون بارتي سي. دونك لوفير داك المبيض هو اللي كيتحول و تيعطيني دائما تيمار. صافي. Pour la question 4, quelle partie de la fleur s'est transformée pour donner la partie d'un marguerite? Les grains noyaux, je m'en partie. Donc, je m'en partie 4 à D. Donc, la partie des 4 à D, bien sûr, qui fait ma case à fond. Donc, il y a les ovules. L'ovule se transforme des grains ou bien la partie D. Donc, maintenant, on connaît. Je vais le faire là. Donc, on commence l'exercice 8, tour 2, l'exercice 9. Donc, pour la question de la légende et le schéma document 2, représentant une partie d'un végétal. Donc, il y a un document là, il y a ce milieu. Pour la partie, on se met en haut, qui fait que ça fait la production, parce qu'on a un mot commun, c'est une fleur, d'accord. نبداو ب واحد. دونك هنا واحد لونتيغ، هذا لونتيغ. جوج هو بيان سور فيلي هذاك الخويط. واحد وجوج كيكونوا ليا ايتامين. دونك 3 ايتامين. نمشيو لاربعه نوريكم الكارسو. دونك هنا
ربعة بالنسبة لربعة بيان سور اللي تيكونوا دائما بالألوان هما لي بيتال، هذا أربعة لي بيتال، وهادو اللي تيكونوا بالخضر دائما السيبال، هذا ستة هاد لاباغتي التحتانية بيدونكول داكوغ. بالنسبة لسبعة السبعة ستيغمات داكوغ. تمنية بيان سور لو ستيل، هذا ميسم لو ستيل قال ميسم. وتعود لوفاغ. وعشرة لوفيو، يعني ساهل جدا. Donc, on réalise la coupe transversale au niveau A sur dessin document 1. Donc, ramchi le A. Et donc, on a la coupe au niveau A. Je n'ai A, il y a longtemps. Il y a la coupe, il y a la coupe, il y a longtemps. Il y a représenté schématiquement ce que l'on peut observer. والميكروسكوبي يعني هاد لابارتي هادي يعني اش غادير ليها؟ غادير لي اون كوب ترانسفيرسال ديال بيان سور ديال لونتيغ. كوب ترانسفيرسال راه درتوها في الدرس ديال لونتيغ. كيف ما كتعرفوا ان كل اونتيغ كتذكر هذا هي الكوب ترانسفيرسال. كل اونتيغ كتكون من ربعه ربعه ديال لي شومبر. هاد لي شومبر هما لي ساك بولينيك، يعني انا رسم ربعه ديال لي ساك بولينيك. ربعه ها هما ربعه ديال لي ساك بولينيك. في الداخل ديال لي ساك بولين كنلقى لي سيلول مير ديال لي غراندو بولان، الخلايا الاصل ديال حبوب اللقاح. بيان سور ملي كيتعرضوا لمجموعه من الانقسامات في الاخر كيتحولوا لي غراندو بولان، الحبوب اللقاح. وكل غراندو بولان ديجا شرحت لكم كتكون من ثلاثه ديال الطبقات. الطبقه اللي كتكون على برا كون فوي هذه اللي على برا كتسمى البيديرم قشره. الطبقه اللي كتكون في الوسط كتسمى لاسيس ميكانيك. والطبقه الاخيره كتسمى لاسيس نوريسيغ، عنده دور اللي هو بيان سور دور قياسي. نوريسيغ الطبقه المغذيه صافي. وبالنسبه لهاد لابارتي هادي اللي كتكون في الداخل هاد البارانشيم ماشي بالضروره تزيدوها. وهادي بيان سور دي فيس فيسو كريبرو فيسكولار فاسكولار باردون، ماشي بالضروره تزيدو هاد لي فيسو وهاد البارانشيم. بيان سور هذا كله راه ساك بولينيك صافي. وديروا دي غراندو بولان بحال الحبيبات هنا في الداخل دونك. وديروا العنوان ضروري شيما دون كوب ترانسفيرسال دونتيغ، ضروري العنوان ديال ديك الشيما صافي. دونك هنا نكونوا درنا هذا الغوبريزونطاسيون شيماتيك. دونك au fort de grossissement du microscope, on observe sur la coupe 1 de nombreux éléments identiques à celui représenté par le document 1. Et nous avons vu la coupe, nous avons vu l'entière, la coupe transversale de l'entière, nous avons vu le microscope, nous avons vu le tableau de la majmoua, mais nous avons vu le document 2. Je vais vous poser la question. Identifier cet élément, يعني اولا تعرفوا على شنو هاد شنو هو هاد لي ليمون لي هنا. اي اكسبليكي سا فورماسيون، نشرحوا كيفاش تكون هاد لي ليمون هذا. سيز ليمون فوتون بيان سور فون تال سوبر دو ترو ترانسفورماسيون، يعني هاد لي ليمون يحصل له مجموعه من التغيرات. شنو هما التغيرات ولا الماساج ديال هاد لي ليمون لي في دوكيمون 2 وشنو هو لو رول ديالو. دونك هنا ديجا راه تكونوا شفتوا هاد الشكل، هذا الشكل ديال الاربعه. بيان سور سي تان تيتراد ديال لي ميكروسبور. دونك ميكروسبور مي تهضر على الميكروسبور. علاش قلت الميكروسبور؟ حيت في لونتيغ كتكون لي غراندو بولان، لي غراندو بولان قبل ما تكونوا لي غراندو بولان كتكون عندي خليه وحده سيلول مير. سيلول مير علاش كتعرض؟ دونك اون سيلول مير هذا هو ces éléments ils vont subir d'autres transformations. اشرح لي شنو هما لي ترانسفورماسيون، كيفاش وقع تعطينا هاد ربعه ديال لي زيلمون. دونك اول حاجه كتكون عندي اون سيلول مير اللي كتكون ديبلوي ثنائيه التراسيبيه سي بي اوميوز واحد الانقسام الاختزالي. قلنا كل انقسام اختزالي كيعطيني ربعه ديال لي سيلول بيان سور بور برودوير 4 سيلول كي سابيل دي ميكروسبور ابلويد. كتعطيني ربعه ديال الخلايا اللي كتسمى بويغات وكتكون احاديه الصيغه السبويه، هما اللي كتشوفوا هنا. هاد وهنا ربعه ديال الخلايا احاديه الصيغه السبويه اللي كيتسموا بويغات ميكروسبور دي ميكروسبور، وكتكون احاديه الصيغه السبويه.
دونك سيلسي هادو هاد ربعه ديال لي ميكرو سبور ال سوبي بيان سور ميتوز كيتعرضوا بدورهم الانقسام الغير مباشر بيان سور بور دوني اي بيان سور اون سيري دو ترانسفورماسيون تيقع عليهم مجموعه من لي ترانسفورماسيون باش اون فان كونت دوني بيان سور دي غران دو بولان شاك غران دو بولان كل وحده فيهم اي كونستيتي دو نويو كيف ما كتعرفوا قلت لكم ديجا ان كل حبه لقاح كتكون من جوج ديال لي نويو واحد النويو كتسمى نويو غوبروديكتور خليه توالديه ونويو الثانيه كتسمى نويو فيجيتاتيف خليه انباتيه داكا هذا دابا انا هضرت مي يقول لك شنو هو بعدا دوكيمو ال غوبريزونت تيترا ديال دي ميكرو سبور صافي وهاد الهضره اللي هضرت دابا شنو لي ترانسفورماسيون اللي كتوقع عليهم يعني قلت من الاول شنو تيوقع حتى الاخر لاش كيتحولوا دابا هنا كي لي لو رول دونك في الاخر كيعطيونا غران دو بولون شنو الدور ديال غران دو بولون نقولوا ان لي غران دو بولون جو ان رول دون الفيكونداسيون بيان سور كيلعبوا واحد الدور مهم في لا فيكونداسيون الا ما كانوش ما كاينش حاجه سميتها فيكونداسيون دونك اون فوا الجيرم هاد لي غران دو بولون كينبتو ايمي بيان سور ان تيوب بولينيك ce qu'on appelle la germination, dans laquelle, bien sûr, s'engager ou donner deux interozoïdes ou bien deux gamètes, bien sûr, les deux gamètes qui ont fait intervenir dans la double fécondation. Et le rôle de la gamète, bien sûr, elle joue un rôle de fécondation. Ou goule, moi, la fécondation, elles sont bien sûr germées ou immédiatement le suppolinique. Qui en fin de compte donner deux interozoïdes qui fait intervenir dans double fécondation. Donc là, on a c'est l'exercice. تمارين اخرى اولى اي حاجه كونسيرن كيف ما كنقول لكم لا الدرس لا لي فيديو المقترحين لا الا عندكم اي تساؤل حطوه لي في الكومونتير راه كنقرا جميع لي كومونتير وشكرا شكرا بزاف جميع التلاميذ والتلميذات اللي كيخلوا لي دي كومونتير زوينين فعلا كنفرح من قلبي ملي كنقرا ديك لي كومونتير زوينين ديالكم شكرا شكرا هما اللي كيدعموني تيعطوني لو كوراج اكثر واكثر باش انني نزيد نخدم معاكم وكنتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله في الامتحانات وتجيبوا دي بون نوت يا ربي علاش لا حتى الحصه ان شاء الله الماجيه باذن الله وكنوعدكم انني نستمر معاكم في السلسله ديال الفروض باش هكا تجيبوا دي بون نوت والى اللقاء الى حصه مقبله باذن الله.